موجود حاجات حاجات للخطوط الجديده دي اسعارها عاليه. لا مش كده يا جماعه، الخط نفسه عبارة عن مجموع خطين ماشي. الغرض منها ايه؟ الغرض منها انه لو انتوا راكب من اي مكان بعيد رايح مكان بعيد كامبين بيغير، انا بريح الناس ماشي. والخط ده كان راكب دكه تحت قصيره، انا لو منه اركب اتوبيس ب 2 جنيه عشان يوفر، لان مفيش معنى اركب اتوبيس ب 2 جنيه حاجه ويمكن هو جزء صغير من الشخص هو اللي يختار. لكن انا ببص هنا تلاقي مثلا في مسارات هي من خلاص يا بيه 6 اكتوبر 26 نقطه من لبنان شغل، ده طوله عباره عن 25 كيلو في اي مكان في الدنيا ده بيبقى بشيء. فده ده عباره عن مجموع خطين داخلين في بعض. Thank you.